جبارية في أي بلاصة غالية برشا بصراحة، والناس كلها تعبة، تونس كاملة تعبة. معاش فما أسواق نتاع زوالي، أسواق شعبية تكون فيها كلها كيف كيف، كلها كيف كيف معناها. زوالي، شوفي الدجاج قد الكيلو، شوفي الدجاج قداش الكيلو، شوفي البطاطا المدودة، شوفوا كل الفلفل المحشي هذاك اللي الطيبيه يعملك، فهمتي؟ كل شيء غالي، كل شيء. نقولوا له سيد الرئيس امانه ارفق بينا بالزوالي، رانا تعبين تعبين تعبين، في اربعه وفي خمسه في العائله ما عادش عايشين بالحق، ما عادش ما عادش ناس ولات تاكل في البوبيل في تونس. امان نقول له سيد الرئيس، تونس بعد الثوره. لا لا بالحق، من بعد الثوره رانا عايشين متحيين امانه، اولادنا قاعده تموت على خاطر تشوف الامهات والاباء والبو تعبين، حتى شهريه 500,000 اللي من المستحسن احنا يتفقدنا في الخدم نخدمه ب 500,000 مستغلينا نتاع ثلاثه خدامه بالحق. امان سيد الرئيس رانا تعبين تعبين تعبين، احنا رانا متحيين. قول له بربي بربي تلفتنا، رانا ناكلوا من البوبيل حتى ندخلوا في 500,000 ماء ضو زبلة خروبة كري، ما عادش عايشين بالحق. احنا نتمنوا احنا في رواحنا نحرقوا. وانت يعني تحكي معناتها كان جيك نحكي بجدية 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 بالحق، رانا مستغليتنا العبيد، نخدموا ب 500 في خدمة ثلاثة من الناس بالحق. اولادنا ضايعين، ما عادوش خاطر ما عادوش يحبوا يخدموا، ما لقوه كان يلقوا الاهانه من بعد الثوره، لقينا بالحق مهددين بالخطر. احنا نفسيتنا تعبه تعبه تعبه، يعني بعد الثوره من بعد الثوره من بعد الثوره تعبين بالحق. امان قول له قول له امان سيد الرئيس بالحق بالحق تلفتنا، احنا توا كترينا ندور ونقول لك لهذا العباد باش تقضي، ماناش باش نقضوا، قاعدين نخزروا لبعضنا نتفرجوا في بعضنا، من المعيشه غاليه حتى من السكر الدم اللي تتصوري الحديد اللي تتصوري في بدونيتنا فقدناه. شكون السبب في هذا الكل؟ سببنا مانيش نعرف، من بعد الثوره مانيش عارف. التونسي عنده دخل في هذا المواطن؟ عنده دخل. ما نعرفش المواطن خاطي مسكين، المواطن ضحيه، قاعد يخدم ب 500، اولادنا ما ذميش ب 500,000 500,000 باش تكري منها باش تاكل منها باش شنو اللي باش توفر؟ شنو اللي باش توفر؟ احنا تو بالحق مفرق. شوف الزبله انا كواحده من الناس باش نلقوا كرتابل نتاع دينار من البوبيل جايبين، يعني للدرجه هذه؟ تلقى نتاع الزبله تلقاه، خاطر ثم عبيد بالحق نلقاوها باش احنا نقروا صغارنا، صغارنا نقراو عندها الشيط. انا بنتي وصل الجامعه ما لقيتش، ما لقيتش، خرجت بنتي خرجت ب 500,000، 500,000 يلا ندرش باش تعمل هي بنتي جامعه واصله بالحق. تعبنا تعبنا سيد الرئيس، تعبنا تعبنا تعبنا، احنا نفسيتنا تعبه. مساج فرشه توجه له نوصلوا له كسيد الرئيس يعمل لنا حل لاولادنا، يعمل لنا حل، يعمل لنا حل 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 اجباري احمل بالحق. احنا تو اللي رينا هازين الشيط يقول لك يقضيو باش يشروا اللحم، ها ساكها فارغ، ها شنيا عندك شنيا عندك، ها نعناع باش نغلوه على الحديد، هذا هذا باش نغلوه على الحديد، خاطر نحنا عندنا فقر الدم عندنا السكر، ولا نتبعوا في الاعشاب باش ما نلقوش باش ماكلين. من الصباح قهوه كحله، حتى القهوه ماهيش موجوده. سيد الرئيس امانه رانا ضايعين ضايعين في بلادنا، انا واحده من الناس نحب نحرق بالحق، اولادي زوز مطيشين، زوز نخدم ب 500,000 باش نوفر لهم بالحق تحت الحيوط. يعني سيبون شعبيه يائس، ما عادش ثم امل جمله، ما ثماش امل، احنا متحيين نعيشوا انسان ميت حي. واحدة من الناس هبطت لتونس، ما عندي شيء، قاعدة ندور نتفرج في العباد باش النهار يتجدد ولادي راقدين، باش من يكون فطورهم يولي عشيهم، شنيا خبزة وكعب عظم بالحق، ما عادش نحب نقاومهم أنا وليدي، خاطر ما تنجمش باش تعمل العشرين تعمل لك فطور تعمل لك عشاء تعمل لك غداء، ها بالحق. أمان قول له سيد الرئيس، أمان سيد الرئيس بالحق، رانا تعبين وأولادنا تعبين. أمانة سيد الرئيس أمانة شوف لنا حل، أولادنا كي يحرقوا قاعدين يرجعوا مط، خاطر علاش؟ يشوفوا البوم وهين يلقط في البوبيل، يشوفوا الأم تمشي تخدم فركة صابون، حتى الصابون وجبة، أي وجبة وجبة بالحق. أنا قهوة ومخلي أولادي راقدين باش ما نطيبش. شكون ما يصدقش كي تقول له أنه ثم تونسي باد جيعان، ثم تونسي لقى بالزبدة؟ صدق صدق، واحدة كمواطنة نعيشها نعيشها. يا لندرا كري 500 باش تكري
باش تعيش باش تذو ما شنو اللي باش تعمل؟ شنو اللي باش تعمل؟ شنو يا السيد الرئيس اللي باش تعمل؟ شنو اللي باش تعمل لنا نحن؟ تعمل لنا حتى شيء؟ أمانة السيد الرئيس أمانة شوف لنا حل، شوف لنا حد السيد الرئيس، بالحق رانا موتة في بلادنا، خليهم أولادنا يحرقوا أنت من المفروض تحل لهم الطريق. خلي نشجع على الحرقه انت تقول انا نشجع مانيش نشجع على الحرقه اولادنا قاعده تمشي وتجينا موته خاطر سيئة فقدوا الامل في تونس فقدوا الامل اولادنا فقدوه الامل يري ام وبوه يلقط في الدبوزه يري ام وتمشي تتهان تروح تبكي انا واحده من الناس بالحق نروح نبكي كل يوم علاش خاطر بالحق تخدم 500 ما تخدمنيش 500 اللي من المفروض ثلاثه من الناس يخدموها تولي تستحمل انت من شعارات الثوره الشغل حريه كرامه وطنيه هدوء ما عادش تفقدوا كرامه والشغل والحريه والدنيا كلها تفقدت انا ساعات يرقد واحد راجلها حتى كستيب تنجمش طيبه منيش خاطر تهنت النهار هذاك احنا تهنا سيد الرئيس تهنا سيد الرئيس امانه تلفت لتونس تونس بلادك في حيط حتى الكبار يحبوا يحرقوا حتى احنا ككبار نحبوا نحرقوا صحيح احنا ما عندناش 6 ملايين باش نرمي روحي في بط وبلاش مانيش نحرق وش معناها ما نعرف ايش ان الحرق بستة ملايين انا ما نعرف ايش انا ما نعرف ايش نعرف ان بلادي فقدنا الامل في بلادنا فقدناه الامل في بلادنا فقدنا الامل مدام فقدنا الامل احنا نعيشوا موتى باولادنا احنا واولادنا واللي تتصور احنا رانا موتى موتى بالحق يا لندرا شكون اللي شوفها قاضيه شنيا كعبه طماطم كعبه طماطم ما عادش حتى توصل لها كل شيء غالي ما عادش توصل حتى لشيء حتى لشيء ما عادش توصل بالحق ولا موت نسيتنا تعبت الدويات اللي تتصورها انت ولا انا قلت لك نغلوا في الاعشاب الدواء اقل دواء ب 20 دينار 20 دينار نخدم بها انا كمواطنة ما نخدموش بها نخدموا 10000 ما نخدموش بها نحبوا يعني تجي يعطينا متروات يعني يقدموا ويصلحوا والله برشا ياسر نبقى نستنوا بالساعة بالساعتين يعني الظروف كلها خايفة أختي الغالي هاي المهم يعطونا مواصلات فهمتني مواصلات لهنا فهمتني مواصلات ناقصين مواصلات برشا لهنا حتى مترو ساعات بالساعة بالساعتين نحبوا يعني يعطونا يعني يقدونا تونس شوية يتحركوا شوية في السبيطارات مش موجودة فهمتني تاخذ كونتيتي تشرب كان شربت الصباح ما تشرب نص النهار كان شربت نص اقسم يعني التونسي يتحايل حتى على دواء يشوف والديك وهو قبلة ربي والله والعظم ب 15% وندر شنو القهوه مش موجوده السكر ممنوع علي نعيشوا هكا احنا علاش ولينا هكا ما نعرفش الدنيا ما نعرفش من عندي رئيس خاطيه مسكين رئيسنا خاطيه يجيبوا له دوسيات مدلسه هاو يا سيد الرئيس هاك امريكا الامور البلاد امريكا كل شيء امريكا فماش ولات من المعتمديه السكر يحطوا للعطاره والعطاره يقول لك هذا نعطيك والاخر يقول لك ما نعطيكش الزيت يصبوه الزيت اللي ياخذوا فيه الدبوزه دينار ولات في البامبونه ب 20 دينار يغسلوا البامبونات وب 25 يغسلوا البامبونات يصبوا لنا الذباب هذاكم برا شي يشري عجبك ولا ما عجبكش عليه البلاد ولات هكا ها قداش تاخذ يعاني الرئيس عليه دولتنا مشيت هكا عليه تحبوا العلم يطيح لوطة علم تونس تحبوه يطيح لوطة باش تفرحوا وتتهنوا هذاك اش تحبوا انتم يا ولادي رجلوا بلادكم يا ولادي فيقوا للحنوشة فيقوا للحنوشة بلادنا راهي مشات فيها الحنوشة نقولها لك.